فنرجع. اي نعم. يا سلام الله. الحقيقه كلام المشايخ وكلام الشعراء يعني والبرنامج ما شاء الله يعني ان شاء الله انها حلقه مميزه. وكنت وجودك اميز ما فيها يا ابو الله المستعان. وقبل ذلك عندما ابحر بين الشعراء وصاحب العسل صاحب الابتسامه حبيبنا من حضرموت مدح واجد هنا. اي نعم. فالان الذي اتخيله امامي ان الباخره عندما ابحرت من الرياض باتجاه عسير الان وصلت الى محافظه الافلاج ونحن نجهز لكم الكرم والقرص والميقعه. يا سلام. ثم تسير الى عسير ثم إلى حضرموت. يا سلام. فأهلا بكم وسهلا بيوتنا أهل الأفلاج كلها نيابة عن أهل نعم. المحافظ ورؤساء المراكز نعم. والقبائل وأهل الأفلاج رجالا وشبابا وحتى نعم. نساء في خدمتكم قبائل المملكة كلها يعني نقول مرحبا ألف في بلد الأفلاج وفي محافظة الأفلاج بلد الكرم. والكرم موجود في محافظات المملكة ومدنها وعند جميع القبائل. فحقيقة أنا أتمنى إن شاء الله أنكم تزورونا نكرمكم وتزورون جبل التباد وقصر سلمى الموجود في البديع والذي له أكثر من 400 سنة. وليلة ليلة فيها جبل ليلة فيها كل شيء ها؟ لكن الأثار موجودة في الغيل جبل التباد وفي البديع فيه قصر سلمى وفي ليلة أيضا بعض الأثار وبعض المساجد القديمة التراثية موجودة ويصلى فيها. يا سلام. سنعطيكم إن شاء الله برنامج سوف تسعدون به بضيافتنا في محافظة في أي يوم نعم. فمرحبا ألف وحياكم الله يرحبك وما حب الديار شغفنا قل ولكن حب من سكن الديار. أي نعم. الله أكبر. طبعا كنت مجهز حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الآيات. فيسأل سائل أنا لا أريد أن أعيد الحديث مرة ثانية ذكره الشيخ وذكره أيضا الشاعر الدكتور نعم. وفقه الله. لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة ثلاث مرات الأم ثلاث مرات؟ لأنها حملت ثم وضعت ثم أرضعت. والله بين الحمل 9 شهور والوضع بين الموت والحياة. يعني أحيانا نسمع بكثير من النساء توفيت أسأل الله أن يجعلها من الشهداء. اللهم آمين. لذلك أنا أقول للشباب والفتيات اللي يسمعوني لابد أن نبر بالأمهات والأباء. بعض الآن الشباب وبعض إذا تزوج وصار كبير وقامت الأم تسأل عنه خاصة الأم تسأل عنه أين أنت لماذا تأخرت يظن نفسه أنه خلاص يعني تجاوز مرحلة. لا أنت صغير في قلب أمك لأن الأم حنون الأم قلب الأم جنة الأم مدرسة الأم جامعة والأب أيضا الأم والأب عينان وهم القمر والشمس وهم النور. فمن فقد أمه أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه لكن ترى باقي تبر بأمك بماذا؟ بالصدقة والدعاء. اللهم آمين. أذكر لكم قصة ثم إن سمحتوا لي أن أعرض لكم على أبيات في أمي أطال الله في عمرها وحفظها وحفظ لنا أمهاتنا. هي تتابعنا اليوم أمك؟ إيه نعم الوالدة تتابعنا قبل أن أحضر وأنا دائما عندما ألقي محاضرة أو خطبة أو لقاء أتصل عليها وأقول أدعي لي وادعي لمن موجود معنا. السلام. وايضا اطلب منكم الدعاء فهي مريضه اسال الله ان يشفيها ويعافيها. تجاوزت 80 اسال الله ان يجعل هذا العمر ان شاء الله على طاعه الله سبحانه وتعالى. وهي اللي ربتني توفي والدي وانا عمري تقريبا في الصف الرابع ابتدائي فهي مدرسه علمتنا وربتنا. مسي على الوالده بالخير ام خلف اسال الله سبحانه وتعالى في اعمارها ام خلف مسي عليها بالخير وجميع الامهات واقول بيض الله وجهك يوم جبتيه البطل. لذلك أحبتي في الله القصة هذه وقعت في مكة المكرمة. يا سلام. وهي من القصص حقيقة العجيبة وأنا أتمنى حقيقة من كانت أمه أو أبوه عنده في البيت مريض أن يسمع هذه القصة وتكون هذه المرة يعني قدوة لنا. يا سلام. في مكة وتعرفون مكة حر وهذه العجوزة الكبيرة قد تجاوزت 90 مكيف ممنوع مروحة ممنوع حتى المهفة ممنوع أيضا. ما تتحمل هذه الأم منعت نفسها من المناسبات والزيارات والأعياد لا تخرج من عتبة الباب وما زالت أمها على قيد الحياة. الله أكبر. كل بماذا تكون مع أمها في التربية وفي الغذاء وفي الأكل تنام عند رجليها لأنها تعلم أن قدميها تسير بها إلى الجنة. فلما توفيت الأم عليها رحمة الله يعزونها أهل الحي يعرفونها معروفة مكة مشهورة هذه المرأة قبل 10 سنوات قالوا أحسن الله لك قدمتي قالت لا تكملوا أنا لم أقدم شيئا تقول لم أقدم شيئا فما بالك بمن قال لأمه أف يعني يتكلم بكلمات نسأل الله السلامة. الحين أننا لما نسافر مثلا من الأفلاج إلى الرياض نصل حوضة بني تميم الوالدة تتصل ها محمد وصلتم أين أنتم تتطمن عليك صح ولا لا
لذلك لا تستغرب عندما تتصل عليك أمك أو أبوك يسأل عنك، خاصة الأم. وعندما نصل الرياض أحيانا والله أصل الرياض وأنسى، ثم لما أشاهد الاتصال أني أنحرج، والله أني أنحرج. تسأل يعني تتطمن، وأنا ولا وأنا قدمنا ولكن لم نقدم شيئا. يعني تراك عندها صغير. نعم صغير والله صغير. أنا الآن لما تكون الوالدة في الأفلاج في البديع وأنا في الرياض يوميا أتصل عليها، يوميا أطمن عليها. والله كنت أسمع من بعض الشباب هداهم الله، والله يجلس 5 أيام 7 أيام والله ما يرفع السماعة. قبل أن أتيكم إلى القناة اتصلت علي امرأة برقم، قالت أنا شفت الدعاية أنت بتحضر اليوم عند قناة الواقع، وسمعت أن لقائكم عن بر الوالدين، أريدك أن توجه رسالة إلى ولدي. الله اسم ولدها عبد الله، وأنا أخذت رقم ولد من أمك، تعطيني الرقم أنا أتواصل معه. تقول سنتين وهو عندي في نفس الحي، والله لا يأتي لا يسلم ولا أشوف. والسبب قالت السبب حصلت مشكلة بينه وبين زوجته وتدخلت للإصلاح وكان هو الغلطان، وقلت يا عبد الله أنت الغلطان. قال ليش تقولين إني غلطان؟ أنا ماني بغلطان. ويزعل على أمه سنتين ما يسلم عليه. فأقول له يا عبد الله كان يسمعني اتق الله يا عبد الله. محروم. الآن بعد صلاة العصر اذهب وقبل رجل أمك لعلها تعفو عنك. أنت الآن زعلان على أمك لأنها الآن حكمت، أمك حكمت بما هو صحيح. ولذلك أيها الأحبة حتى لو أطيل وأخذ من أوقاتكم في أبيات أو قصيدة سموها ما أردتم، أنا أقول لمن يسمعني لعلها منك إلى أمك، من الفتاة إلى الأم. فأقول لها لعل المخرج يعطينا صوت من الصدى وأسمعكم هذه الأبيات، وأقول يمه ترى راحتك في بوسة أقدامك، يمه ترى راحتك في بوسة أقدامك، أقدامك اللي على الجنة توديني، يمه عسى الله يطولها لأيامك، حسك معك دوم يسندني ويحييني، والله لأرضيك ما عشتي ما دامت، يا الغالية فدوتك عمري مع سنيني، يا ليتني عنك أشيل آلامك، يا ما تحملتي أوجاعي وشلتيني، عسى الفرح دوم من خلفك وقدامك، يا ساكنة في وسط قلبي وعيني، تدللي العظيمة وتلي أحكامك، وأنا لعينك ونفذ ما أمرتيني، يمه ترى راحتك في بوسة أقدامك. أسأل الله أن يطيل في عمر أماتنا، اللهم آمين، وأن يشفي من كانت مريضة، اللهم، وأن يغفر لها وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم، وأن يحرم جسدها عن النار، اللهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير، جزاك الله خير على هذه الأبيات الجميلة. ناخذ قبل الأذان من الشعراء عشان الأذان.